وما هي إلا ثوان إلا والسيوف حول الصحابة جيش كامل مدجج بالأسلحة واجتمع عليهم نفر من هذيل وكلما اقتربوا منه هاجمتهم الدبابير وحاولوا كل الطرق والأساليب فلم يستطيعوا. انتصرت قريش في غزوة أحد إلا أن قريش بقيت حاقدة على المسلمين بسبب مقتل الكثير منها في غزوة أحد، فأعلنت قريش بإعطاء الجوائز لأي أحد يأتي برأس أي صحابي من صحابة محمد، ولكن خبيب بن عدي وعاصم بن ثابت وبلال بن رباح كانوا على أعلى قائمة المطلوبين أحياء أو أموات. فسلافة بنت سعد قالت: ما لي وما لمحمد وأصحابه، أنا لا أريد إلا عاصم بن ثابت، أريد جمجمته لأشرب بها الخمر ولأشفي غليلي، والذي يأتي به أعطيه 100 من الإبل وأزوجه بنتا من بناتي. فسمعت القبائل حول مكة بهذه الجوائز الكبيرة: واحد من صحابة محمد يجعلني من أغنياء الجزيرة العربية. فبدأوا يفكرون، وفي نفس السنة 3 للهجرة ذهبت جماعة من قبيلة عضل، اتجهوا نحو المدينة، فكانوا رهط، والرهط من 3 إلى 9 أنفار. فقالوا للنبي: يا رسول الله، إن فينا إسلاما، فبعث معنا نفرا من أصحابك يفقهون بالدين ويقرؤون القرآن ويعلموننا شرائع الإسلام. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم 6 من المهاجرين و4 من الأنصار كما جاء بالبخاري، وأمر عليهم عاصم ابن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. فمشوا ومشوا حتى وصلوا إلى الرجيع، وهو موضع ماء لهذيل بالحجاز. وقبيلة هذيل من أشد القبائل وأهل حرب وقتال، ويلقبون بقراصنة الصحراء. وعندما وصلوا إلى الرجيع أخذوا يستصرخون بصوت عال على هذيل: يا هذيل يا هذيل يا هذيل، وما هي إلا ثوان إلا والسيوف حول الصحابة جيش كامل مدجج بالأسلحة واجتمع عليهم نفر من هذيل يقال لهم بنو لحيان، وكانوا 200 رجل كلهم يحسن الرماية. فلما رآهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى مكان مرتفع وسحبوا سيوفهم بأسرع من البرق وأحاطت بهم هذيل. فخرج رجل من هذيل وقال لهم: أنزلوا واعطونا بأيديكم، ولكم العهد والميثاق، ولا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم أمير السرية: أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر. فتوحش الصحابة، فجعل عاصم يقاتلهم هو ويقول: اللهم حميت دينك أول نهاري، فاحمي لي لحمي آخرة. وكان بنو هذيل يجردون كل من قتل من الصحابة، ثم قاتلوا رضي الله عنهم حتى قتل 7 منهم: عاصم ابن ثابت، ومرثد ابن أبي مرثد، وخالد ابن البكير، واستشهد باقي الصحابة، وبقي خبيب ابن عدي وعبد الله ابن طارق وزيد ابن الدثنة. فمسكوهم أحياء ليبيعوهم لقريش لأخذ الجوائز التي أعلنت عنها قريش. حتى عاصم هو مقتول يريدون أخذه ليبادلونه 100 من الإبل ويتزوجون بنت سلافة. وأول ما توجهوا إلى جثة عاصم بن ثابت لم يتوقعوا ما حصل، فأرسل الله بجيش وجندا من جنوده، فأرسل الله الدبابير، وكلما أراد أحد الاقتراب من عاصم منعتهم الدبابير وهجموا على كل من اقترب من جثته رضي الله عنه، وهم يريدون جمجمة عاصم بن ثابت، وكلما اقتربوا منه هاجمتهم الدبابير، وحاولوا كل الطرق والأساليب فلم يستطيعوا. فقال أحدهم: خلونا ننتظر إلى الليل، وأكيد ما راح نشوف دبور واحد في الليل. الله فكرتك رائعة، وإلا بسيل ماء أخذ جثة عاصم حتى اختفى عن أنظارهم. فحفظ الله جسد عاصم واستجاب الله لدعائه، وأخذ 3 الأحياء إلى مكة: خبيب بن عدي وعبد الله بن طارق وزيد بن الدثنة. كلهم ربطوهم ونزلوا فيهم إلى مكة، ولكن عبد الله بن طارق لم يستسلم، وطوال الطريق وهو يحاول فك رباطه ويحاول إلى أن فك رباطه ونجح، وأخذ أحد سيوفهم فرموه بالحجارة حتى استشهد رحمه الله.
وبقي معهم خبيب وزيد وعارضوهم في مكة. فرأى بنو حارث قاتل أبوهم خبيب ابن عدي هذا الذي قتل أبانا في بدر، فأخذوه وحبسوه عند جارية لهم، وزيد اشتراه صفوان بن أمية حتى يقتله بأبيه، ولكن صفوان لا يستطيع قتله داخل الحرم لأن الحرم له حرمة، فأمر مولى له وأمره أن يأخذ زيد ويقتله خارج مكة ويضرب عنقه. وخرج معهم مجموعة من قريش ليشهدوا مقتل زيد ويشفي غليلهم، وكانوا يقولون له في الطريق: نناشدك يا زيد، ألا تريد أن يكون محمد مكانك هنا ونضرب عنقه وأنت بين أهلك؟ فالتفت لهم زيد وقال: والله لا أحب أن يكون محمد بمكانه الذي هو فيه، تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلي. فمسك أبو سفيان رأسه وقال: والله لم أجد أحدا يحب أحدا كأصحاب محمد محمدا. رفع مولى صفوان السيف لضرب عنق زيد رضي الله عنه، فضربه فسقط رأس زيد عن جسده وفاضت روحه لله سبحانه وتعالى. فبقي خبيب بيد بني الحارث، فقال له أحدهم: ما فاعل بك يا خبيب؟ فقرر بني الحارث تعذيبه لكي يخرجوا كل حقدهم بزيد، وأخذوا بتعذيبه. فدخلت الأشهر الحرم، فكان حرام عليهم أن يقتلوه، فأخذوا يعذبونه طيلة الأربعة أشهر، وكان محبوس في حجرة جارية لهم. وبعدها أسلمت تلك الجارية وأخذت تروي عن مواقفها مع خبيب، فقالت: كان خبيب في بيتي وحبس عندي، فاطلعت عليه يوما فكان معه عنب مثل رأس الرجل ويأكل منه، ولا أعلم في أرض الله عنبا مثله، يعني كان معه عنب كبير جدا، ومكة كلها ما كان عندها عنب، وما كنت أدري من أين يأتي بهذا العنب. ومن المواقف التي قصتها هذه الجارية قالت: يوم جاء قتل خبيب طلب خبيب موس ليحلق شعره ويقلم أظافره وليتجهز للقاء ربه، فطلب مني حديدة، يعني شفرة أو موس، وقال: ابعثي لي بحديدة لأتطهر بها للقتل. فأرسلت ولدي بحديدة، فخفت أن يقتل ولدي، يعني أن يأخذ ولدها رهينة نفسا بنفس. فلما وصل الطفل لخبيب نظر للطفل وقال: لعمرك ألم تخف أمك لغدري؟ فأخذ الشفرة وترك الولد. وجاء وقت قتل خبيب رضي الله عنه، فأخذوه خارج الحرم إلى المكان الذي قتل فيه زيد، ومعهم خشبة، واتفقوا على صلبه، وكل هذا حقدا منهم. فطلب منهم أن يدعوه يصلي ركعتين لله، فسمحوا له بالصلاة، فكان أول من سن صلاة ركعتين قبل القصاص. ولما انتهى نظر إليهم وقال: أنا والله لولا أن تظن أني طولت جزعا من القتل لاستكثرت من الصلاة. فأخذوه ورفعوه على الخشبة وربطوه ووثقوا رباطه، فقال خبيب: اللهم إنا بلغنا رسالة رسولك فبلغه الغداة ما يصنع بنا. فنزل جبريل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فأخبره بما يحدث لخبيب، فكان خبيب الصحابي الذي نزل من أجله جبريل. ودعا خبيب: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. وفجأة كل من كان حاضرا مقتل خبيب أخذوا الأرض، ظنوا أنهم لو أخذوا الأرض لا تصيبهم الدعوة، لأنهم يعتقدون أن دعوة أصحاب محمد مستجابة. فأخذ الرماح ووزعوه على بعضهم وأخذوا يطعنون خبيب حتى فاضت روحه لله سبحانه وتعالى، وتركوه أيام وهو على الخشبة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم المقداد والزبير بن العوام رضي الله عنهما ليدفنوه، وعندما وصلوا وإلا بأربعين من قريش جالسين في المكان ويتلذذون برؤية جسد خبيب وهو معلق ومصلوب. فدخلوا بخيولهم على رجال قريش فهربوا، وأصبح بالإمكان أخذ جسد خبيب، ولكن لم يعلم الصحابة أن رجال قريش ذهبوا ليحضروا المدد من مكة. فقال الزبير عن جسد خبيب يوم فكه أن جسد خبيب لا زال غضا طريا، فحملته والتفت وإلا بخيول قريش مقبلة من مكة، فهربت وهرب المقداد، نحن هاربين فسقط جسد خبيب مني،
فانشقت الأرض وبلعت جسده تكريما لخبيب رضي الله عنه، فلقب خبيب ببليع الأرض ودفين الملائكة.